تاني بنتكلم عن نفس الموضوع اللي كنا بنكمله الحصة اللي فاتت وهو verb to be. verb to be فعل يكون اللي هو am و is و are. وعرفنا ان am goes with I. عمري ما بشوف am جنب اي personal pronoun except I. I am. I am. I am. خدنا is وقلنا بتيجي مع اي حاجة singular يعني مفرد حاجة واحدة بس. She is. He is. It is. منى is. احمد is. The table is. The chair is. An apple is. وعرفنا ان R بتيجي مع القطار. وعرفنا ان R بتيجي مع القطار. They are. We are. You are. النهاردة بناخد النيجاتيف فورم او الشكل المنفي من verb to be. وعرفنا عشان اعمل نيجاتيف فورم I have to use not. انا لازم استخدم not. انا لازم استخدم not. وقلنا مع بعض ايه؟ not تغير معنى الجملة بعد ما كانت الجملة اوكي مثبتة affirmative بقت الجملة negative. بقت الجملة negative. وعرفنا ان الجملة بتاعتي بتتكون من ثلاث اجزاء three parts. SVO اي جملة عشان اتشيك انها صح لازم اتأكد انها فيها ايه؟ SVO. SVO. S for subject. الاس هو الفاعل السبجكت اللي عمل الجملة. اقول I احمد. هي شي منى ابراهيم ماما بابا هو ده السبجكت الفاعل اللي بنبدا بيه الجمله. نمبر 2 verb. الفي فور verb الفاعل اللي بيحصل بعمل ايه؟ I eat انا باكل. I drink انا بشرب. I sleep انا بنام. اوكي okay. I am انا اكون. She is هي تكون. You are انت تكون. والبارت الثالث هو O for object المفعول زي ما اقول I eat pizza. I هي S هي الفاعل اللي عمل الجملة. I عملت ايه؟ eat اكلت هي الverb. pizza هي المفعول اللي احنا لازم نكون طبعا الجزء ده مرتبط بالverb. يعني ما ينفعش اقول مثلا الverb drink يشرب واجيب معاه pizza لان البيتزا حاجة ما بتتشربش. لازم اجيب water او اجيب coffee او اجيب cola او اجيب pepsi وهكذا. اوكي بعد كده قلنا طيب النيجاتيف دوت بنعمله ازاي؟ قلنا بنستخدم not. بنستخدم not. طب not دي بحطها في اي حته في الجمله؟ يعني اقول مثلا اول كلمه not اقول I not؟ لا قلنا ان not لازم تيجي بعد am بعد is بعد are. زي ما قلنا I am not. She is not. He is not. It is not. You are not. They are not. We are not. زي الاكزامبل اللي احنا قلناه I am sad انا زعلان. لا I am not sad. I am not sad. You are سفيان انت سفيان. لا انت مش سفيان يبقى you are not سفيان. He is مالك. He is not مالك. He is not مالك. Okay you got it.